مشاهدينا الكرام، يسعدنا اليوم أن نستضيف ضمن برنامج ضيف مسار الإعلامي والصحفي عبد الرحمن العداوي، ضيف يهمنا جميعا أن نتعرف على مساره في عالم الصحافة والإعلام كمحرر ومقدم ومنشط وكذلك مسؤول عن إذاعة راديو بلوس. العداوي هو سليل أسرة العلم والفقه، فهو ابن العلامة أحمد العداوي رحمه الله. عبد الرحمن العداوي له تجربة غنية في التلفزة المغربية، حيث عمل مع جيل الرواد إضافة إلى تجربة في العالم العربي. أهلا بك أستاذ. مساء الخير. بداية، هل لك أن تحدثنا عن تجربتك في مجال الإعلام منذ البدايات؟ والإعلام يعني تجربة أو قصة طويلة كما يقال، حكاية طويلة بدأت عام 1986، لكن الجذور ربما تمتد إلى أبعد من ذلك، لأنه كما يعرف الجميع هذا المجال لا يجب أن تأتي إليه من فراغ أو بدون رغبة أو بدون شغف، يجب أن تكون مستعدا للدخول إلى هذا المجال. فبالتالي الدخول المجال الفعلي يعني كان عام 1986 من خلال المباراة للولوج إلى ما كان يعرف آنذاك بالإذاعة والتلفزة المغربية قبل أن تتحول إلى شركة. كان هناك يعني مسابقة، أن كونكور كما يقال، شارك فيه أزيد من 400 شخص، على أساس أنه تم في الأخير يعني الاحتفاظ بحوالي 20 شخص من يعني أخذوا أو اختاروا يعني الأفضل من هذه المجموعة، وكان من ضمنها من لا يزال يمارس الآن إلى من الأسماء اللامعة. وكانت هناك لجنة التحكيم كان يشرف عليها أنذاك المرحوم طيب الصديقي الفنان المعروف، وأيضا لجنة من فرنسا جاءت خصيصا من القناة الفرنسية الأولى، فهناك كان هناك يعني لجنة فرنسية مغربية على أساس أنه تم الاختيار. وهناك يعني انطلقت المسيرة التي لا تزال مستمرة لحد الآن إن شاء الله بعد 30 سنة إن شاء الله. سي عبد الرحمن، بعد هذه التجربة، مرحلة مهمة في مسارك المهني، ويتعلق الأمر بتجربة بقناة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ماذا لك عن هذه المحطة؟ هي محطة يعني كانت مهمة، لكن سبقتها محطة أخرى لا تقل أهمية، وهي محطة الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بعدما يعني أنهيت تجربتي في الإذاعة التلفزة المغربية ذهبت إلى واشنطن، وهناك ظللت لمدة 5 سنوات واشتغلت كمراسل، يعني مهنة جديدة، لأن في المغرب كنت مذيعا مقدم أخبار. هناك يعني تجربة أخرى في المجال الإعلامي والتلفزيوني، وهي أن تكون مراسلا، يعني أنه يجب أن تبحث عن الخبر، أن تذهب لتصويره ثم ترجع إلى المونتاج وما يتبع ذلك، إضافة إلى يعني إنتاج برامج وثائقية ومشاركة في برامج حوارية إلى. فهناك كانت تجربة يعني هناك بدأت الشق الآخر من التجربة الإعلامية، وهو الميدان. أنت كما تعرفين يعني العمل التلفزيوني ينقسم إلى قسمين، داخل الأستوديو وخارج الأستوديو، وهما متكاملان. الذي يعمل في الأستوديو عليه أن يعمل في الميدان، والذي يعمل في الميدان عليه إذا توفرت له الأهلية بطبيعة الحال. فهناك تلقيت في الولايات المتحدة، تلقيت عرضا يعني أن أشتغل في أبو ظبي، وذهبت إلى هناك. كانت تجربة جديدة، كانت هناك إذاعة يعني تقليدية، فالدولة قررت أن يعني تغلق القناة القديمة يعني تطلق مشروع إعلامي جديد بكل المواصفات. فالتجأوا إلى خبرات يعني عربية كانت منتشرة في كافة أنحاء العالم، وهناك بدأت تجربة أخرى ميزتها يعني تكمن في أنها تزامنت مع أحداث عالمية كبرى، منها الانتفاضة الثانية، منها حرب أفغانستان، منها حرب الخليج الثانية. فكانت هناك مجموعة من الأحداث يعني واكبناها من طريق من خلال المباشر. فربما التجربة الغنى غناها يأتي من هذا، كونها تزامنت مع أحداث عالمية كبرى في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن يعني العمل في أبو ظبي مؤسسة تعطي الإمكانيات، ونحن نعلم جميعا أن العمل التلفزيوني هو الإمكانيات. إذا لم تكن الإمكانيات متوفرة إلى جانب هامش كبير من الحرية، لا يمكن أن يكون العمل التلفزيوني في المستوى. إذن بعد هذا العمل المهني في مجال الصحافة والإعلام، انتقلتم إلى تأسيس إذاعة راديو بلوس. ما هو تقييمكم لهذا المشروع الإعلامي؟ هو إذاعة راديو بلوس يعني هو صدفة، وإذا يعني صح التعبير استمرارية يعني معقولة للمسار. أنت تعرفين
في هذا المجال إذا وصل المرء إلى مستوى معين عليه ربما لا نقول ينسحب في الوقت المناسب، ولكن أن يبحث عن لترك الفرصة للآخرين للتجربة الأخرى. فتجربة راديو بلوس هي قبل كل شيء صدفة مع التاريخ، يعني اجتمعت مجموعة من العوامل كما أنها اجتمعت في مغادرة للمغرب، اجتمعت للعودة إلى 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 المغرب. فعودتي تصادفت مع فتح المجال الإعلامي للقطاع الخاص، فكانت هذه الفكرة إنشاء مجموعة من إذاعات القرب في مناطق بعيدة عن المركز، عن الدار البيضاء وعن هذا. فاخترنا أن ننطلق من أكادير، وكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس، رغم أنه ربما الجانب المادي، الجانب يعني جانب الشركة الإذاعة، العمل الإذاعي هناك قسمين لا يقل أحدهما أهمية عن الآخر، الجانب الإعلامي محض اللي هو الإذاعي اللي هو الإنتاج البرامج النشرات، وهناك الشركة لأن قطاع خاص تقف خلفه شركة. فهذه المتلازمتان يجب أن يكون كلهم يسيروا على مسار واحد، أن يسير في نسق واحد، أي الشركة يجب أن تكون قوية، أن تحقق مداخيل، أن تحقق أرباح، وأيضا العمل الإذاعي، وهذا غير موجود في الإعلام العمومي، لأن الإعلام العمومي تموله الدولة، فبالتالي ليس هناك هاجس الربح أو هاجس التوازن. نعم، إذن سي العدوي، اليوم سيتم توقيع شراكة بينك وبينكم وبين المعهد العالي للصحافة والاتصال، إذن ما هي الأهداف المتوخاة من هذه الشراكة؟ شوف، المجال دائما يحتاج إلى نفس جديد، إلى دم جديد، وهذا الدم الجديد وهذا النفس الجديد هم الشبان، هم الشابات الذين يتخرجون من المعاهد، سواء معاهد الدولة أو المعاهد الخاصة. هذا الدم الجديد هو الذي يعني يغذي هذه المؤسسات الإعلامية، وبالتالي يعني يجب إعطاء الفرصة للشباب للشابات للولوج إلى هذا العمل، خاصة وأننا في يعني منعطف يعني حاسم يجتازه الإعلام ليس في المغرب فقط بل في العالم كله. هذا التحدي الرقمي الذي يعني هو في صدد قلب كل المعطيات كل المعايير، فبالتالي الجيل الجديد أعتقد أنه هو الذي يعني سيضع لمساته على المرحلة الجديدة من الإعلام، وبالتالي يجب فتح الأبواب رغم أن هناك صعوبات. لا نقول أن هناك صعب، أن كما قلت يجب العودة دائما إلى مبدأ التوازن الاقتصادي، مبدأ الربحية، وعندما يطرح هذا الأمر الربحية أو التوازن مقابل يعني استقطاب عناصر جديدة فهنا يطرح مشكل، لكن يجب التغلب عليه. شكرا لك أستاذ العدوي، وشكرا على تلبية الدعوة كذلك. شكرا لكم مشاهدينا، نضرب لكم موعد في حلقتنا المقبلة، إلى اللقاء. بحضور الكريم مرة أخرى نرحب بالضيف السيد عبد الرحمن العدوي الإعلامي على رأس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والمدير العام لمحطة إذاعية خاصة في هذا اللقاء المفتوح. والآن أعطي الكلمة الترحيبية للدكتور محمد طلال مدير المعهد العالي للصحافة والاتصال، فليتفضل مشكورا. أيها الحضور الكريم، يغمرني شعور متميز أني أستقبل قامة إعلامية ليست عادية، قامة إعلامية ضمن القامات الإعلامية التي عرفها الإعلام المغربي منذ أن بدأ البث التلفزي في منتصف الستينات في المغرب أو قبل ذلك في نهاية الخمسينات. وحينما أقول قامة إعلامية هذه ما أقول، لأن جمعت السي الرحمن العدوي ما لم يجتمع في غيره، فهو إنسان خلوق مهني ركم عدة تجارب، خصوصا تجربته الذي استمعنا القليل أنه بدأ العمل التلفزي في حينما كان المغرب قرر أن يحرك الإعلام، وبدأت العمل التلفزي يشتغل تحت يافطة التلفزة تتحرك في منتصف الثمانينات. فجاءت تلة من الصحفيين من أبرزهم السيد عبد الرحمن العدوي. والآن مع الكلمة الافتتاحية للسيد عبد الرحمن العدوي، فليتفضل. في البداية شكرا على الدعوة التي قدمتموها لي.
لحضور هذا الدرس والمشاركة مع الطلبة والطالبات في هذه المناسبة. وأعتز بالطلال بما قلتموه في حقي انتم ونفس الزمان. يعني شكرا على هذه المشاعر الصادقة، ولو أنني أعتقد أني أستحق كل هذا الفيض من مما جاء على لسانكم. يعني أنا أعتقد أن في نظري الهدف من هذا اللقاء خصو يكون كيف قلتوا، يعني التجربة المتواضعة اللي امتدت على مدى 30 سنة الحمد لله، يعني مصدر فخر واعتزاز. لكن أيضا إذا كاين شي حاجة اللي نفيدوا بها هذا الجيل الجديد، لأن يعني الأمر ربما لا أمل الأستاذ طلال لا أستاذ زمان، يعني التاريخ ديالنا وإنجازات مورانا ماشي ماشي قدامنا. ولكن الحمد لله إذا لقينا أنه، وأنا نبغي نهضر معكم بالدارجة باش نكونوا أكثر راحة وأكثر فرقة، حنا بيناتنا أنتم شباب، حنا واحد الجيل يمكن سبقكم، إذا لقيتوا تستافدوا منا مزيان، ولو أن في هذه المرحلة حتى حنا خصنا نستافدوا منكم، فاش تلعب وفاش تخدم وفاش تدير، صافي دير، فهمتي؟ كيما تيقولوا بروني بوسيسيون دو سي توتي، يقولوا خذوا تبناوه. هذا الشيء اللي قريته مهم، غادي يعطيكم هي سولات على لو بلوس، هذا هو لو بلوس اللي غادي تخرجوا للسوق، اما الشغل ديال المقاوله، هادشي اللي داكشي اللي قريته هو اللي ينفعكم. اتفاقية بين معهد النماء والتكوين وبين مؤسسة اللي هي راديو بلوس اللي تمارس الإعلام عن قرب بكل فروعه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع اتفاقية الشراكة بين المعهد العالي للصحافة وإذاعة راديو بلوس، بالنظر إلى أهمية تأسيس علاقة علمية ومهنية تجمع بين المؤسسات التكوينية والمؤسسات المهنية كالإذاعات في عملها اليومي، واعتبارا لأن العمل اليومي الإذاعي يشكل فضاء تطبيقيا لكليات ومعاهد ومدارس الإعلام والصحافة، واعتبارا لكون التعاون العلمي والمهني والاستفادة المتبادلة بين ما هو علمي وما هو عملي من شأنه أن يعمل على تكوين وإيجاد إطار إعلامي قادر على مواكبة المستجدات المهنية وكذا التقنيات الإعلامية. لكل هذه الاعتبارات اتفق المعهد العالي للصحافة والاتصال وإذاعة راديو بلوس على خلق إطار للتعاون، ووقع هذه الاتفاقية. البند الأول، المعهد العالي للصحافة والاتصال كطرف أول يلتزم الطرف الأول بإيجاد عناصر علمية لإنجاز بحوث علمية نظرية وميدانية لحصر ومتابعة مؤشرات كمية ونوعية لحجم الاستماع الإذاعي لإذاعة راديو بلوس. البند الثاني، الطرف الثاني إذاعة راديو بلوس يلتزم الطرف الثاني بإدماج وتوفير الإمكانية المادية لإنجاز البحوث الميدانية لحصر ومتابعة حجم الاستماع. البند الثالث، يلتزم الطرف الأول بإيجاد عناصر إعلامية مكونة تكوينا عاليا لدعم العمل الإذاعي لراديو بلوس في المناطق المتواجدة في هذه الإذاعة. البند الرابع، يلتزم الطرف الثاني بإدماج 4 طلبة من المتفوقين عند تخرجهم في العمل الإذاعي لراديو بلوس. البند الخامس، يلتزم الطرف الأول بإيجاد العدد الكافي الذي تحتاجه إذاعة راديو بلوس الذين يتوفرون على التكوين العالي للجودة. البند السابع، يلتزم الطرف الثاني بخلق إمكانيات التدريب لطلبة المعهد العالي للصحافة والاتصال. البند السابع، يعمل المعهد العالي للصحافة والاتصال وإذاعة راديو بلوس على صياغة عمل مشترك يستهدف خلق نشاط ثقافي وسياسي، تعمل إذاعة راديو بلوس على نقله. البند الثامن، يتم تطبيق بنود هذه الاتفاقية حال توقيعها. Thank you.